نروح لاسكندريه طبعا معقل زعيم الصغر، بيجهز المسؤولين طبعا في نادي الاتحاد السكندري ملف خاص لتقديم الاتحاد الكوره كخطوه اولى في اللجوء للفيفا لحفظ حقوق النادي الماديه في لعيبه المحترفين، وهو المالي طبعا ويلسون والاوغندي ايمانويل والليبي انيس سالتو، كل دول اللي رفضوا الحضور للاسكندريه للانضمام للفريق بالرغم وصول زملائهم بالفريق من فتره طبعا طويله، والايفواري رزاق سيسي والسوري عمرو الميداني. طبعا المسؤولين في نادي الاتحاد السكندري فوجئوا بموقف اللاعبين الثلاثه بعدم رغبتهم في العوده للتدريبات وتغيبهم عن التدريبات، وكمان اكدوا على فسخ التعاقد مع النادي بالتراضي بالرغم في حاجه طبعا نادي الاتحاد لجهودهم، يمكن في اصابات كتيره جدا جدا بتضرب نادي الاتحاد السكندري، فطبعا تحديدا وده تحديدا بعد عوده الدوري، وكان عندهم مشكله فعلا في، ويمكن كان عندنا يعني لقاء مع الكابتن طلعت يوسف وقال ان هو عنده مشكله كبيره جدا مع الاصابات وكمان عدم حضور المحترفين. طيب احنا دلوقتي معانا تليفون علشان نفهم اكتر القصه دي، كابتن محمد ابراهيم، اهلا بيك يا فندم، المدرب العام للاتحاد السكندري، اهلا بيك يا كابتن. اهلا بيك يا سهام. اهلا بيك كابتن هاني. كابتن محمد، النهارده لما انا كنادي يعني اجي مثلا اشوف اللاعب ده اللي هرب وما رجعش نادي، ده انا يعني بيضر ده بسمعته اكتر ما بيضر بالنادي اللي هو فيه اصلا، فتشرح لنا بس الموقف ده ازاي؟ يعني بداية لا طبعا يعني ما فيش هروب ولا حاجة، وما فيش أي حد طلب إن هو يفتح الطاقة ده مبدئيا يعني. الموضوع كله إن إحنا بالنسبة لنا الثلاث لعيبة أنيس الإيبي عنده مشكلة في الموافقات الأمنية، ودي كنا واخدين بيها يعني إقرار إن إحنا من اتحاد الكورة إن الأمور دي هتتحل بسهولة ولكن ما اتحلتش. عنده برضو مشكلة تانية في الطيران من ليبيا للقاهرة، ودي برضو كانت المفروض ان احنا كنا واخدين وعد بيها ان هي تتحل، ما اتحلتش. ده بالنسبة لأنيس. بالنسبة لأوكوي عنده مشكلة برضو ان الطيران عنده واقف، هيرجع 1/9. طب احنا ليه، معلش يا كابتن محمد قبل حضرتك ما تكمل النقطه دي، بالنسبه لأوكوي ليه دايما او في الاخبار حتى يمكن مش النهارده بس، انه ليه دايما الاخبار كلها بتتكلم ان هم الثلاثه اللي رافضين العوده، نستثنى الانيس، نستثنى اللاعب الليبي، لكن ليه دايما الاخبار بتتكلم عن ان هم اللي رفضوا العوده؟ لا هو الاخبار بتتداول كده لان هم لسه ما وصلوش لغايه دلوقتي، احنا بادئين بقى لنا حوالي شهر او شهر ونص وهم لسه ما وصلوش لغايه دلوقتي، وبالتالي الكلام كتير جدا والميديا بتتكلم في الموضوع ده كتير جدا. كابتن محمد يعني في تواصل معاهم، يعني نقصد ان في تواصل معاهم يعني ان هم عايزين مبدئيه كابتن هاني، بصفه مبدئيه يعني عشان انهي الموضوع ده ويعني نحطه في المكان الصحيح وعشان ما نظلمهمش بالظبط. محمد مصلحي رئيس النادي طبعا عمل جهود كبيره جدا في رجوعهم، وعمل جهود كبيره جدا في ان هم يخلصوا بالموافقات الامنيه وما الى ذلك بحاجات كتير، حضرتك عارف طبعا الموضوع ده. فبالنسبه لانيس ان شاء الله في خلال الاسبوع ده هيكون هيوصل ان شاء الله، يعني ممكن يوصل الخميس جمعه سبت في الحدود دي. بالنسبه لاوكوي برضو الطيران هيبدا 1/9 ان شاء الله، هيكون 1/9 موجود في القاهره ان شاء الله. ان شاء الله كابتن محمد، طبعا احنا دايما هنا في البيت الكبير بنحب ناخد يعني الخبر زي ما بنقول من مصدره ومن الناس المسؤوله عنه، لان انت عارف دايما على السوشيال ميديا بيبقى في اخبار متغلطه شويه، فحابين كتيره جدا بالظبط صحيحه وبتضر بسمعتهم يا كابتن صحيح. يعني وعشان كمان نطمن كمان جماهير الاتحاد، انا عارف وانا عشت طبعا هناك في اسكندريه وعارف قد ايه جماهير الاتحاد بتبقى يعني عايزه الخبر الحقيقي وعايزه تطمن على لعيبتها. انا عايز اقول لك نقطه بس كابتن هاني بعد اذنك، ان اوكوي مثلا ايمانويل اوكوي ده كابتن فريق اوغندا، كابتن الفريق وشخصيه من الشخصيات اللي هي ايه قائد، يعني اللعيب عارف هو بيعمل ايه، لعيب محترف، كان في البطوله الافريقيه واحرز اهداف، لعيب كان في مجموعتنا في مجموعه مصر بالظبط، هو لعيب مش صغير يعني صحيح. مش لو لعيب صغير هقول لك ممكن يفكر يهرب يعمل يسوي، لكن ده هو عارف هو بيعمل ايه، ولعيب محترف ولعيب عنده قدرات ذهنيه ولعيب عارف اللعيب القائد هو
بيحب شخصية قيادية، وما أعتقدش عنده إن هو سنس الهروب، أو بالعكس هو بيتحمل المسؤولية بشكل كبير يعني. طب طمنا بقى على حالة الفرقة يا كابتن، وإزاي طبعا أنتوا بتواجهوا إصابات كتيرة وعندكم غيابات بالنسبة للمحترفين، استعدادات الأخيرة إيه للاتحاد السكندري لمباراة الحرس؟ يعني الحمد لله الفترة الأخيرة يعني يمكن الأمور استقرت شوية، ولكن برضو يعني جالنا إصابات تانية في محمد أنور رباط صليبي، سيسي كان كورونا، والحمد لله شوفي وإن شاء الله هيبقى موجود معانا في المباراة القادمة. يعني الحمد لله إلى حد ما برضو الأمور استقرت في الفترة الأخيرة دي. مباراة دجلة برضو كان عندنا شوية، يعني عارف يا كابتن هاني أنت المشكلة عندك برضو المشكلة الكبيرة إن كل الغيابات من الخط الأمامي، من الخط الهجومي طبعا. بالضبط، يعني الناس اللي اشتغلت حوالي 90% من الدور الأول في الخط الأمامي كلهم غايبين. أوكوي غايب، أنيس غايب، سيسي مش موجود، رفعت ما كانش موجود الفترة الأولانية ماتش الزمالك وإلى ذلك، فكان الخط الأمامي بالكامل ما كانش موجود. ما كناش معتمدين غير على خالد قمر في حوالي الثلاث ماتشات اللي فاتوا دول، لكن ان شاء الله برجوع المجموعه دي ورجوع المصابين ان شاء الله نعمل حاجه كويسه ان شاء الله في الفتره اللي جايه. وكل 3 ايام مباراه انت محتاج طبعا، الموضوع صعب بين زي ما انت عارف طبعا، يعني الموضوع صعب جدا مش على الاتحاد بس لكن على كل الانديه، على كله. بالظبط، الروتيشن كل 3 ايام في اصابات وفي غيابات، فطبعا كل التوفيق ليك يا كابتن والاتحاد، وكل التوفيق كمان لحرس الحدود. عايزين نسال عن رزاز سي واحمد فتحي، خلاص النهارده هيتم ضمهم، احمد رفعت هيتم ضمهم بشكل نهائي للاتحاد؟ طبعا احنا كنادي الاتحاد يعني بنتمنى، يعني من اول رئيس النادي لغايه الجهاز الفني طبعا بنتمنى ان يبقوا موجودين معانا، ولكن لو الامور مبالغ فيها في السعر يعني كان في تواصل مع الاستاذ محمد مصطلحي طبعا بخصوص هذا الشان، ولكن يعني لغايه وقتنا هذا لسه في مفاوضات، يعني ان شاء الله تتم على خير، يعني لسه امرهم لم يحسم، يعني لم يحسم لان هو مش ملكنا، وهم اللعيبه ملك نادي الزمالك، وبالتالي احنا بناخدهم اعاره او بيع، فلو ان شاء الله الامور هتمشي بسلاسه والمبالغ هتبقى معقوله، يعني هتبقى ان شاء الله يبقوا موجودين معانا، نتمنى يعني ان شاء الله. نادي عريق ويستحق. كابتن محمد شكرا ليك. شكرا. ميرسي. شكرا.